كتير من الناس بتبقى مش قادرة ان هي تروح لدكتور نفسي، او متخوفة او بتخجل او بتخاف انها تلجأ للطبيب النفسي، على اساس ان هو زي ما بنقول كده الوصمة، يمكن زي ما الدكتورة عرفته في البداية. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت وسألت الناس في الشارع تخجل او تخاف انك تستعين بالطبيب النفسي علشان يساعدك في حل مشكلة ولا لا؟ اجابات كتير وجهات نظر كتير، تعالوا نتابعها مع بعض. مؤخرا انتشرت فكرة الطبيب النفسي، وفي ناس لما بيحصل لها أي مشاكل من أي نوع بتبتدي تسأل وتفكر في طبيب نفسي. فقلنا ننزل الشارع ونشوف هل فعلا كل الناس بتفكر إنها تروح لطبيب نفسي لما بيحصل لها مشاكل، ولا ممكن تحل مشاكلها بأي طريقة تانية. فتعالوا بينا نشوف الناس هتقول إيه. جربت تروح لدكتور نفسي قبل كده تحكي له مشاكلك أو التحديات اللي بتواجهها في حياتك؟ هو لا، الحقيقة ما سبقش ليا، بس يعني هي بتكون حاجة كويسة، بالذات ان انت يعني بتحكي الموضوع ده لحد فاهم او كده، فبيبدأ يديك حلول إيجابية او حاجة تكون مؤثرة معاك بسرعة بشكل اسرع. هو مش عيب، بس هو انا مش محتاج دكتور نفسي. هو الحقيقة انا ما جربتش، بس انا شايف انه الامر ده يعني لازم الناس تاخده بأهمية شوية. هو اكيد فكرت، بس انا بحس ان انا مشاكلي مش كبيرة لدرجة ان انا اروح لدكتور نفسي. تفتكر ليه في ناس بتخاف ان هي تروح لدكتور نفسي؟ هي كان الاول، بس اعتقد مع ضغوط الحياه في ناس ممكن يعني تروح لدكتور نفسي. اه بالتاكيد، يعني هتحتاج مشوره، هتحتاج حاجه. علشان الفكره الماخوذه عامه يعني بيننا وبين بعض، ان الدكتور النفسي ده بتاع المجانين او مثلا، فالناس دايما عندها رهبه من الحته دي، لكن هو اكيد هو دكتور زي اي دكتور تاني. ممكن عندهم رهبة من الحتة ديت، أو ممكن بيتكسفوا مثلا. الحقيقة المجتمع عندنا بيشوف إن أحيانا في ناس بتشوف إن ده عيب مثلا، أو عايرك بقى إن أنت بتروح لدكتور نفساني وكده، فبتبص لها من الناحية دي. يعني في ناس بتحس مشكلتها عادي وتافهة بالنسبة لمشاكل ناس تانية، وفي ناس تانية ما بتستناش، يعني أقل مشكلة بسيطة بتحس نفسيتها هتبوظ بتروح لدكتور نفساني وتشوف يعني الأحسن ليهم. ايه البديل اللي ممكن تحل بيه مشاكلك من غير الدكتور النفسي؟ ممكن اكيد صاحبك، لو ليك صاحب مقرب ليك مثلا بتحكي له بعض المشاكل بتاعتكم بيبدا يديك حلول او كده. ممكن باباك، حد اكبر منك، اخوك الكبير. بنام وبحلها. بتنسي اصلا؟ بقعد مع ماما اغلب الوقت، بنتكلم بقى وكده. ده بالنسبه لي احسن من 100 دكتور نفساني يعني. بلاك ان شاء الله. هو حاليا بقى في بقى اللي هو اللايف كوتش، وناس ممكن ان احنا نسالهم في شؤون حياتنا لو احنا حاسين احنا متعطلين في شيء ما، بيساعدوا الواحد اكتر يعني في حياته. طبعا فئات عمرية مختلفة وآراء كمان متباينة. ناخد رأي دكتورة منن بقى في الإجابات دي كلها. وأنا بس كان في واحد بيقول أنا مش محتاج أروح أصلاً.